يختار بهدوء. طب القيد قفل؟ القيد ما قفلش يا بيه، القيد يقفل 7 اكتوبر محلي. افرض انك انت خلصت مصطفى شلبي، خلصت 2 اجانب، هيبقوا معاك، لان معسكرك الحقيقي بيبقى في نوفمبر وقت كاس العالم. ليه معسكرك الحقيقي هيبقى في التوقيت ده؟ لانك انت النهارده حتى على مستوى المنتخب الاولمبي خد منك 5 النهارده، خد منك حمزه علاء ومحمد اشرف ومصطفى سعد اللي هو ميسي ومحمد مغربي ورافت خليل، والمنتخب الاول واخد مجموعه. انت ما بتشتغلش بالقوام الاساسي لفرقه النادي الاهلي، لا انت شغال بالمتاح قدامك، فبالتالي ما فيش استعجال على موضوع انك انت لازم تخلص، لازم تجيب دلوقتي. انت فاشل يا خطيب عشان ما جبتش الصفقات دلوقتي، ده كلام غلط، ده كلام غلط. حيل الامر للمدير الفني يشوف الاول الدنيا فيها ايه، اديله فرصه يلتقط انفاسه، وقدامه 3 اسابيع يختار فيه، 3 اسابيع 21 يوم يختار. اللي هيقيد مش هيلعب دور ال 32 بس، الراجل اختار وجاب الناس. مش معنى انه قيد القائمه الافريقيه معناه ان باب الصفقات قفل خالص، معناه ان في استمرار للانتقاء. الراجل عنده دلوقتي كبشه ايه؟ عنده دسته لاعبين اجانب تحت السن وفوق السن، تحت السن وفوق السن. مصطفى شلبي 28 سنه يا حبيبي وما زال موجود برضه، بس لما بقول في مصطفى شلبي ايه 28 سنه ما لعبش دوري مش عارف ايه، مش معناه بقول عليه صفقه وحشه، معناه ان انا بقول ان ده التقييم المالي له. والاهلي لسه ما خرجش من الصفقه، عمل عليها هولد لكن ما خرجش من الصفقه، وهديك مفاجاه دلوقتي في مصطفى شلبي. ماشي الحال؟ فالقايمه مش نهايه العالم، ولا القايمه هي اخر حاجه في الكون، ولا القيد الافريقي اخر حاجه. انت قدامك وقت 3 اسابيع تختار بهدوء، تختار بتروي، تختار بتركيز، تختار بتأني، ما تبقاش مستعجل ولا متلهوج وهكذا. واللي يجي هيقيد محلي، في يناير يتقيد افريقي، وخلص الموضوع على كده. لكن نربك الدنيا ونقعد نهاجم في الناس لمجرد ان هم ما خلي بالك من حاجه، اقسم بالله العظيم انا اول واحد لو هشوف غلط ما هسكت ولا هيفرق بالنسبه لي حاجه. ليه؟ لان انا يهمني الصح ما يهمنيش الغلط، اللي يهمني الصح ما يهمنيش الغلط. لكن دلوقتي ما ينفعش اهاجم الا اذا كنت انا مغرض، الا اذا كنت انا يعني بكرههم للكراهيه، الا اذا كنت انا بفشلهم، الا اذا كنت انا بعمق فشلهم. لكن الناس بتختار ومدير فني موجود مجال. طب ماشي يا عم، هضرب لك مثل وما تزعلش منه. هو فيريرا لما جه مسك الزمالك جه مسكه بايه؟ بسكواد السنه اللي فاتت ماشي، ما عندوش صفقات ولعب بناشئين، وعنده لعيبه مش، وعنده لعيبه مهمه مش، يكفي طارق حامد، بلاش بن شرقي اللي ما كملش الموسم، خد الكاس ومش ما كملش الدوري، بلاش ابو جبل، بلاش كذا حد يعني. لكن انا بكلمك في ايه؟ وارد ان يبقى عندك مدير فني يرفع لك كفاءه اللعيبه اللي موجوده عندك، هو يديله فرصه يشوف. طيب ماشي، هو ديانج ده مش كان ماشي؟ مش صفقة؟ هو كهربا ده ما كانش مش موجود؟ مش صفقة؟ هل المسألة في العدد؟ ماشي، عودة محمد مغربي لخط الدفاع اللي لعب معاك كأس عالم أندية، هو ده مش صفقة؟ هل الفكرة إن إحنا كل شوية نقول لا ده ما جابش، ده ما عملش، ده ما سواش، يا خطيب يا فاشل؟ أنت بتتأثر باللي بيقوله الآخر، أنت بتتأثر باللي بيقوله الآخر، مش بتقول رأيك. خلي بالك، انا لو في حاجه غلط بطلع اقول، مش فارق معايا اي حاجه، لا شغال في قناه اهلي ولا في منظومه اهلي ولا في مجله اهلي ولا شغال عند حد خالص، انا ما بيفرقش معايا، يفرق معايا الصح فقط. فعشان كده بقول لك ندي فرصه للناس انها تشتغل، ندي فرصه للناس انها تتعامل، ندي فرصه للمدرب انه يشوف، ما نبقاش احنا ماسكين معوى الهدم وعمالين نخبط في الناس اللي بتشتغل. طب ماشي، كان عندك اجانب، كان مستقر على لجنه الكور، كان مستقر على كابتن محمود الخطيب، ماشي الحال. فايز السليماني ما كانش عليه نقاش، ولا رجلان برير ولا عثمان كمار اللي هو تحت السن. الراجل قال اديني فرصه، اديني فرصه، بص اديني فرصه، شوف اديني فرصه احكم، لكن ما تبقاش الدنيا بهذا الشكل. طيب لايك وشير وصلي على حبيبك سيدنا النبي الزين جد الحسن.